اليوم لقد وجدنا أن لا يوجد أي سجل لهذه التواصل. لا يمكنني أن أتكهن بقولي أنه لم يكن هناك تواصل، لكني لم نجد أي سجلات بخصوص هذا الأمر. نعم، هذا كان ما حدث بخصوص أوكرانيا. لم نرى أي أمور أخرى توضح هذا الأمر، أن كان هناك أي تواصل بين هذه الإدارة وغيرها أو أي أفراد كانوا يتواصلون بهذا السياق. أنا أتفهم أن هذا السؤال يصعب عليك إجابته، ولكن إذا كان لديكم هذه التواصل، ما الذي كانت ستصرح الوزارة بشأنه؟ هل ستتحدثون حول الأفراد الأمريكيين بالخارج يتفاعلون بشكل ليس جيد؟ ما الذي يمكن أن تفعله هذه الوزارة؟ هذا بالطبع يعتمد على الظروف، ولكن بالطبع قد أخبرنا أن أي مواطن أمريكي يتعامل بشكل يهدد آخرين، هذا بالطبع سوف يتعرض إلى تطبيق القانون. الأمر الثاني والذي حول لبنان، يمكنك أن ترى الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية قام بطلب هذا الاجتماع، ومن اليوم بينما حين كان وزير الخارجية في مصر وحتى قبل أن يكون هناك قبل حتى يوم الثلاثاء، هل سيكون الوزير الخارجية في طريقه إلى نيويورك؟ هل هناك فرصة حيث فقط 20 دقيقة قبل أن يتحدث الرئيس بايدن في الجمعية العامة؟ هذه التحديات والجهود حول المسألة هل هي جدية؟ دعني أقول بعض الأمور حول هذا السياق. أولا، نحن سعداء أن اللجنة أخيرا قد وجدت أن وزير الخارجية لديها العديد من الأمور والمهمات التي يجب عملها نيابة عن وزارة الخارجية. قلنا من قبل أنه سيكون في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وقلنا أنه لن يكون في الولايات المتحدة، سيسافر لمحاولة حل مشكلة وقف إطلاق النار في غزة. وحين جاء هذا الجدول الأعمال، وحتى أنه إذا لم ليس مفاجأة أنه لم يظهر حين قلنا أن لديه التزامات معينة يقوم بها خارج البلاد بشأن وزارة الخارجية. مرة أخرى، حين أخبرناهم بهذا مقدما أنه لن يكون في العاصمة واشنطن، أنه سيكون في مكان آخر يجري هذه الاجتماعات الهامة الخاصة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة. هذه أحد أمثلة الاجتماعات المهمة التي سيجريها الأسبوع القادم. سيقوم بالانضمام بشأن اجتماع مجلس الأمن بشأن الحرب في أوكرانيا. سيكون زيلينسكي في هذا الاجتماع، ونتوقع أيضا سيكون ممثلين من روسيا في هذا الاجتماع. أعتقد أنه من المصلحة الكبيرة أن تتمثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع للدفاع حول المصالح الأمريكية. أيضا سيكون هناك اجتماع بشأن الأدوية، حيث سيكون هناك مقاومة حقيقية لأي تهريب يجري. قال بشكل واضح أن الولايات المتحدة عليها العمل مع حلفائها لوقف أي تهديدات. هذا ما يفعله وزير الخارجية على مدار هذا الأسبوع، يتعامل مع كافة القادة، ونحن ننوي استمرار هذا لأن هذا أمر مهم لسياستنا الخارجية، وأيضا مهم للغاية بشأن هذه النتائج التي نتوقع أن نحصدها من هذه الاجتماعات. وأيضا سوف يحضر العديد من الاجتماعات الأخرى، سيقابل الرئيس الجمعية العامة واجتماعات أخرى سوف يكون موجودا فيها. لديها العديد من الالتزامات والواجبات التي يجب أن يجريها. أخبرنا اللجنة مسبقا وأقولها علانية إن وزير الخارجية سوف ملتزم بأن
يأتي ويقوم بإدلاء بهذه التصريحات قبل هذه الاجتماعات قبل مجلس الأمن. فإنه كان في الشرق الأوسط يحاول وصوله إلى وقف إطلاق النار. هذا أمريكا تحدثت حوله المحكمة العليا أن أمر قد نص عليه القانون. إذا كان هناك هنا قبل الثلاثاء ربما سنحاول أن يكون هناك شهود آخرين موجودين. ولكن بالطبع نحن نحترم هذه العمليات التي نص عليها القانون. هل هذه الأمور جدية؟ تظن أن هناك نوع ما أجندة سياسية؟ بالطبع إنه لا يبدو أنهم يقومون بعمل أشياء بنية جيدة. قد أخبرناهم مسبقا بأن الرئيس في 19 من سبتمبر لن يكون موجودا، سيكون في الشرق الأوسط، سيكون عليه ولن يستطيع أن يكون موجودا لأجل جلسة الاستماع في واشنطن في نفس الوقت. وأخبرناهم بهذا مسبقا وأنه سيكون في نيويورك مرة أخرى لهذه الاجتماعات المهمة، وبرغم كل هذا قد قاموا بعقد هذا الموعد. وأخبرناهم أن يمكنهم أن يقومون بعمل جلسة الاستماع في وقت آخر حيث سيكون وزير الخارجية متاحا. هل تقول أن الكونغرس ربما يكون عليه أن يعيد تقييم هذا الأمر، وأن أعضاء هذه اللجنة ربما يجب عليهم العودة مرة أخرى حين يكون وزير الخارجية موجود في العاصمة قبل أي رحلات محتملة في الأسبوع الثاني من أكتوبر؟ لن أتحدث بهذا الأمر بشكل علني. نعم، ولكن الفكرة أنهم سيكون هناك إعادة تقييم لهذا الأمر. فإذا سئل وزير الخارجية قبل اللجنة ومن ثم طلب منه العودة مرة أخرى إلى واشنطن، سوف يفعل هذا قبل أكتوبر. لا يمكنني أن أتحدث حول أيام بعينها. بالطبع سنتحدث مع لجنة قبل هذا، ولكني قد أخبرتهم أن من سبق أنه ليس متاح للإدلاء بشهادتي في اليوم الذي اختاروه، وأن يجب أن يختاروا موعدا آخر. سؤال بخصوص إيران، أود أن أعرف ما رد الوزارة حول هذا الأمر حين علمتم أن النظام الإيراني يحاول التدخل في الحملات الانتخابية، والآن علمنا أيضا أنهم في الواقع كانوا يحاولون سرقة معلومات بعينها من حملة ترامب ومن ثم إرسالها إلى حملة هاريس. يبدو أمرا صادما. بالطبع هذه قلق بالغ بشأن محاولات إيران للتأثير على الانتخابات الأمريكية. هذه أمور سرية للغاية من قبل الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذه المحاولات الأخيرة ليست جديدة، ولكن بالنسبة للنظام الإيراني ومحاولة التقويض الديمقراطية حول العالم هذا أمر سيء، وإن لا يجب أن تدخل إيران في الانتخابات ولا دولة أخرى، ولأن الولايات المتحدة تستمر في التعامل مع هذه الدول التي تحاول التدخل في الانتخابات، وسوف نعرضهم للمساءلة. أنا أتفهم أن هذا ليس أمرا جديدا، ولكن فكرة أنهم استطاعوا الوصول إلى هذه المعلومات لم نشهد أمرا كهذا مسبقا. بالطبع نحن قد رأينا العديد من الدول تحاول التدخل الإلكتروني في الحملات كما قد فعلتها إيران مسبقا. بالطبع هو أمر مقلق هذه السلوكيات من قبل إيران، ولهذا قمنا بالحديث عن هذه الأمور علنا وسوف نحملهم المسؤولية. تحولنا إلى لبنان ونرى هذا التصاعد المستمر هناك من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقول أنه قد قام بعمل هذه الضربات الجوية. هل
تظن أن إسرائيل تحاول أن تزيد بتصعيد هذا الأمر ليكون جبهة قتال أخرى؟ لقد أعلن هذا بشكل واضح، وأيضا حين كان وزير الخارجية في مصر أننا لا نرغب في رؤية أي تصاعد في هذا النزاع، وأن السبيل الأفضل لحل هذا الأمر وهذه التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل هو عن طريق القرارات الدبلوماسية التي سوف تتيح آلاف من المواطنين الإسرائيليين للعودة إلى منازلهم، وأيضا آلاف من المواطنين اللبنانيين للعودة إلى منازلهم. ما الذي قد تعلمه بشأن هذا الأمر في لبنان؟ سوف أبقي هذا الأمر سرا بيننا وبين هذه الدول، ولكني سأقول أننا في المحادثات الدبلوماسية قد أعلن أكثر من مرة أننا نتحدث في الغرف المغلقة معهم، وأننا نؤمن بأن الحلول الدبلوماسية هو الحل الأفضل للتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل. إنهم لا زالوا يرغبون في الحلول الدبلوماسية، ولكن يمكنك أن تنظري إلى الخطابات والتعليقات التي يقولوها وتحكمي بنفسك. وهذه هي أحد الأسباب التي سوف تجعلنا نكمل العمل في هذا المسار. هل الولايات المتحدة مستعدة لدعم إسرائيل إذا رغبت في تصعيد هذا الوضع في لبنان؟ دعيني أجعل أمراً هاماً واضحاً، إننا ندعم إسرائيل ضد أي مجموعة إرهابية. هذا يشمل حماس ويشمل حزب الله وأيضاً أي من وكلاء إيران الآخرين. إننا ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبالطبع لا نرغب في أن نرى أي طرف يقوم بتصعيد هذا الأمر. اليوم حين يتحدث حسن نصر الله، هل تظن أن هذه التعليقات التي لن أتحدث حول أي بيانات أو تعليقات أو تصريحات بعينها؟ لقد رأينا حزب الله يقوم بشن هذه الهجمات في 8 من أكتوبر، وقام بإرسال هذه الصواريخ لاستهداف القادة الإسرائيليين. هذا كان نهج مستمر منذ 7 من أكتوبر، وأيضا يعود الأمر إلى ما قبل هذا، وهو يحدث وتيرة يومية منذ هذا الوقت. ونحن نستمر في دعم القرارات والحلول الدبلوماسية، ولازلنا نؤمن أن الطريقة المثلى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة هو سبيل الأوحد، لهذا ما نعمل عليه. حين تقولون أنكم تقولون نرغب في التهدئة، كم خطورة الوضع الآن وما هي المخاوف؟ الوضع يزداد خطورة، إنه يزداد خطورة منذ 7 من أكتوبر، وكما قلت في إجابتي السابقة، نرى حزب الله يقوم بعمل هذه الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل يوميا منذ 7 من أكتوبر، لذلك فقد كان موقفا خطرا، فإن هذا التصعيد يصبح أخطر وتزداد خطورته، ولم تذهب خطورته أبدا. لذلك نحن سوف نستمر في محاولة تهدئة الأوضاع، وندعم كل الأطراف على التهدئة، وأيضا نتمكن من الدفع بالإجراءات الدبلوماسية. كان هوكستين مسبقا في إسرائيل. هل تحدث بكل الرسائل التي ترغبون في إرسالها بشأن التهدئة؟ سوف أدع كل طرف يتحدث عن نفسه. أنا أتحدث نيابة عن الولايات المتحدة. بالطبع نحن نرغب في التهدئة. حول طبيعة هذه الانفجارات، أجهزة البيجرز، هل هذه استهدافات؟ هناك تقارير حول أطفال قد استهدفوا في هذه الانفجارات. لقد علقنا حول هذا الأمر مسبقا. المبدأ العام، نحن نؤمن أنه سلوك طبيعي لأي دولة أن تدافع عن نفسها ضد أي هجمة إرهابية، ولكن بالطبع المدنيين لم يكونوا أبدا أهدافا شرعية لأي عملية عسكرية. ليس لدي أي تعليقات أخرى حول هذه الحادثة. فقط للمتابعة، هل تستمر الولايات المتحدة في دعم إسرائيل إذا ازدادت جبهة لبنان؟ لن أتحدث حول أي شيء أو أتكهن بخصوص هذه الأمور قبل أن تحدث هذه الإجابات المتوقعة.
هل ستنخرط الولايات المتحدة في مزيد من دعم إسرائيل؟ سوف ندعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وكنا واضحين أننا لا نرغب في أي رؤية أي طرف يصاعد من الأمر، ولكن لن أتعامل مع هذه الأسئلة التي لا تعبر عن الواقع. هذا سيكون قرار إسرائيل، ولكننا سنقوم بدعمها. بشأن مفتوح وقف إطلاق النار حيث يتحدث وزير الخارجية مع مصر، ما الذي تحدثوه حول مصاري المفاوضات؟ أعتقد أنه من المبكر للغاية أن نعلق حول التطبيقات التي يمكن أن تحدث، ولكنه لطالما كان واضحا وصحيحا في حوادث سابقة منذ أن كنا نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار، إن الاستمرار في خسارة هذه الحيوات يجب أن يشجع كل الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار، لأنه من مصلحة الجميع الوصول إلى وقف إطلاق النار الذي يعيد المحتجزين ويوقف موت المدنيين في غزة ويقلل من التوترات حول الخط الأزرق ويقلل من التوترات في المنطقة. لا يمكن أن أخبرك كيف ستكون النتيجة الفعلية، ولكن يمكنك أن أخبرني أن وضع الساء الذي يحدث حين ترى هذا العدد من الوفيات وهذا القدر من الاضطرابات الذي يحدث. لا يمكنني أن أخبرك أن الأمر بعيدا. هل رأيت أي شيء يتغير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار؟ نحن نستمر في العمل على وقف إطلاق النار والمفاوضات، ولكن لن أعلن شيئا بخصوصه الآن. فرصة المنفى الخاص بالسنوار، لا أظن أنه سيكون من البناء أن أعطيك تعليقا حول هذا الأمر. نحن لازلنا ندعم وقف إطلاق النار، هذا هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. كان وزير الخارجية منخرطا في هذه المحادثة بالأمس مع الرئيس المصري، والأمر له علاقة بعدة مستويات، ولكن لا أظن أننا يمكننا الحديث علنية حول هذه المقترحات. لا أظن أنه من البناء بالنسبة لي أن أتحدث عن هذا الأمر، ولكني مؤمن أننا أن المقترح الذي قد عرضه الرئيس والذي حظي بتأييد مجلس الأمن هذا هو الذي ندعمه، والذي أيضا قد وافقت عليه إسرائيل وقد وافقت حماس على أجزاء منه ورفضت أجزاء أخرى. لقد وافقوا على أجزاء ورفضوا عن أجزاء، وفي وجه هناك تصريحات في 3 من يونيو. أعتقد أنك يجب أن تظهر ما الذي تعنيه بالشأن، قد قبلوا أشياء، هناك أمور في هذا المقترح لم يقبلوها وقد طالبوا أيضا بتغييرها، هذا لا يعني موافقة كاملة. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا أظن أن ما تقوله هو حقيقيا. دعني أسألك حول تعليقك، ألا تؤمن أن إسرائيل تحاول أن تستولي على لبنان؟ إن لا، بالطبع لن أجيب حول السؤال تبدأه بأحدهم يقول. هل تظن أن إسرائيل تستعد للبدء في غزو أو حرب على لبنان؟ لا يمكنني أن أتحدث نيابة عن إسرائيل بشأن ما يفعلوه أو ما سيفعلوه، أنا أتحدث نيابة عن الولايات المتحدة بشأن ما تفعله وهي تدعم تهدئة هذا الوضع. دعني أسألك سؤالا آخر، إن إسرائيل تمنع وصول حوالي 43 أو ما يزيد من المساعدات التي تصل إلى غزة، هل يمكنك أن تتحدث حول هذا الأمر وآخر المساعدات التي تصل إلى غزة؟ لست على دراية بهذه الإحصائيات التي تقولها. إن إيصال المساعدات التي تشمل الغذاء والدواء هو أمر طالما نعمل عليه، ولابد أن يكون هناك استقرار في عدد المساعدات التي تصل إلى غزة.
وهذا أمر لا استمر في العمل عليه كل يوم. وأعتقد أننا مررنا على مدار 11 شهرا السابقين بأن يتواجد هناك مساعدة مستمرة تصل إلى غزة. ولأجل تحقيق هذا الأمر لابد أن يحدث وقف إطلاق النار لتستطيع هذه البضائع كلها من الوصول إلى غزة للوصول إلى من هم بحاجة ماسة لها. ماذا عن قدر المساعدات؟ بالطبع ليس لدي بعض الأرقام بشأن الشحنات التي تدخل. أنا سأسعد بالبحث عن هذا الأمر. بالطبع إنك تعلم أن عدد الشحنات قد أعلنت من قبل هيكل الأمم المتحدة المختلفة، وربما يمكن أن أتحدث معك حول هذا الأمر بعد هذا المؤتمر. إن ولي العهد المملكة العربية السعودية بالأمس تحدثوا أنهم لن يعترفوا بإسرائيل دون حل لمشكلة فلسطين. هذه الجهود لأجل السلام مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل، هذا أمر سيناقشه الرئيس وزير الخارجية بلينكين حين يذهب إلى السعودية. وقال أنه هناك عدة أمور، كما أوضح ولي العهد السعودي، هناك أمور يجب أن يشهدها قبل أن يوقع هذه الاتفاقات مع إسرائيل، من ضمنها كان الاعتراف بدولة فلسطين. هل تظن أن سيكون هناك مزيد من الجهود من قبل الإدارة الأمريكية لمحاولة الوصول إلى هذه العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ نحن لازلنا نؤمن أن هذه الجهود على المدى الطويل وهذا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل هي ستصب في مصلحة كلا البلدين وأيضا المنطقة كلها، وأيضا ستعمل على وتشمل ويجب أن تشمل حل للقضية الفلسطينية، وسيكون هذا في صالح المنطقة بأكملها. ونهم على دراية بهذه التحديات التي نشهدها، فإن القتال في غزة يستمر في الاحتدام، ونحن أيضا نستمر في العمل على وقف إطلاق النار، ولكن كهدف للسياسة الخارجية الخاصة بنا نحن لازلنا نؤمن بأهمية هذا. هل هذه التوترات بين لبنان وإسرائيل، هل هناك أي نوع من النداءات أو إعلان من البنتاغون بأن وزير الدفاع لن يذهب إلى إسرائيل؟ أنا أتحدث نيابة عنهم، ولكني سأقول أننا سننزل لننخرط مع نظرائنا في إسرائيل، كما حيث كان هوكستين هناك يوم الاثنين وتحدث عن أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية، وتحدث وزير الدفاع نيابة عن وزارة الدفاع عدة مرات، وهناك بالطبيعي محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أمريكيين، وهذا الأمر سوف يستمر على هذه المستويات العليا من الحكومة. وبالطبع لا يمكنني أن أتحدث عن هذا الأمر بشكل علني قبل أن يحدث. هل لديكم أي ردود حول هذا الانتقاد الذي يأتي بشأن أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم إسرائيل برغم عدم اتخاذ خطوات للتهدئة؟ سأقول أننا لازلنا مستمرون وملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. انظر إلى التهديدات التي تواجهها إسرائيل، لديها حزب الله ومجموعات إرهابية في غزة قد ومجموعات إرهابية أخرى لازالت موجودة في الضفة الغربية تعمل على تدمير إسرائيل، وأيضا إيران تعمل على تدمير إسرائيل. لذلك نحن لازلنا ملتزمون بهذا الأمر، وأيضا قمنا بعمل هذا للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للتعامل مع هؤلاء، وهذا أمر نحن ملتزمون به. لذلك فهذا أمر واضح أننا نرسل رسالة لكل أعداء إسرائيل أنكم إذا قمتم بمهاجمتنا نحن سندافع عنها. هل تظن أن بعد كل زيارة من المسؤول الأمريكي غالبا تحدث هذه التصعيدات من قبل إسرائيل، ومن ثم تتفاجأ الولايات المتحدة الأمريكية
ما كانت كفاءة هذه السياسات؟ لا أظن أن هذا يحدث على وجه الخصوص لأن هناك العديد من التصعيدات التي تحدث ليس بوتيرة مستمرة ولكنها تحدث كثيرا، وبالطبع هذه الزيارات لا تأتي بهذا الشكل. فهذه الأفعال تحدث بهذا الشكل المستمر. I think in college I was taught was correlation, not causation. It remains a very والأمر يبقى صعبا للغاية بشأن هذه المنطقة. فهذا الأمر كان مشكلة قبل أن يكون الرئيس بايدن في منصبه وحتى قبل أن يغادر. وما سنفعل هو أننا سنستمر في دعم كل الجهود الدبلوماسية لمحاولة تهدئة هذه الأوضاع. وإذا نظرت إلى كل النقاط السابقة منذ 7 أكتوبر كان هناك تخوف حقيقي بين أن هذا النزاع سوف يخرج عن السيطرة وسوف يؤدي إلى حروب أخرى إقليمية. الجهود الدبلوماسية التي قد سعينا إليها قد منعت من حدوث هذا في عدة مناسبات، وهذا أيضا ليس ضمان للمستقبل ولا يوجد أي شيء يمكنه أن يضمن المستقبل، ولكن هذا يضع جانبا وبيننا نحن نستمر في العمل في هذه الأوضاع لمحاولة حس كل الأطراف على تهدئة هذه الأوضاع والوصول إلى حل واتخاذ خطوات يمكن أن تكون مرئية، ولكن لا يخاطر بأنكم لن تتخذون هذا الأمر بشكل جدي. كان هناك عدة مرات على مدار 11 السابقة حين كانت الولايات المتحدة تتعامل مع كل الشركاء وكنا نرسل هذه الرسائل أننا نقوم بعمل هذه التنظيمات لأجل إرسال هذه الرسائل لإيران وكليئها، وبفضل هذا الأمر قد مع الشركاء استطعنا أن نحافظ على هذا النزاع بألا يخرج عن السيطرة. وبالطبع هو موقف مستمر في التصعيد ويمكن أن يتصاعد إلى أكثر من هذا في أي لحظة، ونحن مستمرون في منع أن تتحول إلى حرب إقليمية. أوليفيا عفوا لم أنتبه لك. Just wanted to pin down some of the basics again on the exploding pages. I mean, is it still your position? هل لا زال نفس موقفكم أنكم لن تقولوا علنا أنكم لا تعلمون مسبقا بشأن هذه الهجمات؟ ولن تقولوا لماذا؟ ليس لدي تعليق حول هذا الأمر. منذ يومين قلتم أن الولايات المتحدة لم تكن حول هذا الأمر مسبقا. هل لازال نفس هو نفس تصريحكم؟ نعم، ما قلته منذ يومين كان دقيقا تماما. أعلم، لأنه كان هناك بعض التقارير جاءت من إسرائيل تقول أنها قد أخبرتكم أن شيء ما قد سيحدث. هذا التصريح الذي قلته يوم الثلاثاء كان دقيقا بنسبة 100%. بشأن القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات الأسلحة، هل هذا أمر تأخذه بالعناية حين تقومون بإعداد تقييمات؟ بالطبع نحن ننظر إلى كل الاتفاقيات السابقة وكل ما يخص القانون الدولي الإنساني وكل الحوادث، ولكن وهذه الحوادث التي تشمل هذا النزاع بالطبع لن أعطي تقييمات أو أحكام بشأن هذا الأمر، ولكننا نفعل ما بوسعنا. كان هناك آلاف من الانفجارات التي أدت إلى مقتل الأطفال وغيرها، ما كانت في أماكن عامة من أماكن مختلفة. هل هذا يشعركم أنه كان استهدافا ضد القانون الدولي الإنساني؟ لن أتحدث هنا حول المشاعر، إنما نتحدث حول تطبيقات القانون الواضح، وهو أمر أجريناه على مدار وقت طويل حيث أننا نعطي العديد من التطبيقات العملية وفقا للقانون. أود أن أتحدث حول ما قد أخبرك به توم. لم يكن هناك تعليق
وقلتم أنكم لازلتم تجمعون الملفات. هل تقومون بجمع هذه المعلومات لأجل أن يكون هناك سبب محدد؟ نحن نقوم بجمع العديد من المعلومات. لن أتحدث حول الغرض النهائي في هذا الآن. لا أرغب بالحكم مسبقا حول الخطوات سنتخذها في المستقبل. في الماضي قد رفض الولايات المتحدة أيضا أن تعلق على هذا الأمر حتى أصبح معروفا. لماذا في هذه المرحلة الولايات المتحدة لا ترغب في البحث في هذا الأمر؟ إننا مستمرون في البحث عن الأدلة وتحقيق في الأمر، ولكن إلى الآن ليس لدي تعليقات بشأنه. ربما لم تقولوا كيف أثرت هذه الحوادث على وقف إطلاق النار، أو أنها أدت إلى نتائج معاكسة بشأن هذه المفاوضات. لن أتحدث عن هذه الجهود الدبلوماسية والمحادثات الدبلوماسية، ولكن أحياناً في هذه المفاوضات الأمر يأخذ أياماً لأجل النظر كيف تؤثر بعض الخطوات. ولكن في هذه النقطة لن أتكهن ولن أعطي تكهنات، لأن بشأن أحكام أطرافي بعينها. لكن أحيانا التواصل مع حماس يكون صعبا، يأخذ العديد من الوقت، لذلك من الصعب أن أخبرك عن أثر شيء بعينه. لذلك أنت لا تعلم كيف سيؤثر هذا على المفاوضات بشأن ما يحدث في لبنان. بالطبع إننا لا يوجد أي خطوة للوراء من بشأن أي من الدول التي نعمل معها في الوساطة في هذا السياق. هل هناك أي تحديثات بشأن هذا الموعد؟ هل اتفقتم مع الحكومة بأن ما يحدث في شمال لبنان سوف يؤثر على هذه المفاوضات؟ أعلم أنهم قد تحدثوا بشأن هذا الأمر علنيا. يمكنك أن تنظري إلى تصريحاتهم، وقد قالوا عدة مرات أنهم يمكنهم أن يعملوا لأجل هذه الحلول العسكرية وفقا لمحادثتكم وللخرطكم الدبلوماسية مع إسرائيل. كيف ينظرون إلى هذا الوضع؟ مرة أخرى لن أتحدث حول آرائهم. لقد تحدثوا عن هذه التصريحات علانية من حيث جاءت الحكومة الإسرائيلية علنا وقالت أنها تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكنهم أيضا مستعدون للحلول العسكرية إذا لم يستطيعوا الوصول إلى هذا دبلوماسيا. لقد قالوها علنا وقالوها لنا سرا في عدة مناسبات. لن أتكهن حول الخطوات التي سوف أو القرارات التي سوف يتخذوها. هذا أمر يعود لهم. أنا أخبرك ما قالوه لنا وما نؤمن به، أننا نزلنا نؤمن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الأوسط لأجل الأمن والاستقرار لإسرائيليين وعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين قد نزحوا، وأيضا الحل طويل الأمد هو في وقف إطلاق النار. ذلك إن المشكلة هناك أنك قد سمعت رئيس حزب الله يقولها علانية، وأيضا اليوم أنه لن يكون هناك وقف لهذه العمليات الإرهابية ضد إسرائيل حتى يتم الوصول لوقف إطلاق النار. لذلك من الواضح أنه ليس تقييما إسرائيليا، إنه في الواقع أن حزب الله قد أصبح واضحا بأنه سيستمر في هذه العمليات الإرهابية.